السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا. شكرا لجميع المتتبعين الذين اشتركوا في القناة، أحييكم على دعمكم. في هذه الحصة إن شاء الله سنشرح كيف تقوم بإنشاء مسابقة وإعداد مسابقة في أي مجال تريد، سواء كانت مسابقة ثقافية أو في السيرة النبوية أو في القرآن أو في أي مجال من المجالات التي تشتغل فيها. وسنأخذ مثالا على ذلك. عندنا هذا المثال الجاهز، لننظر. هي عبارة عن مسابقة تفاعلية، عندك مجموعة من الاختيارات. إذا لاحظ مثلا هنا في عندنا في أي شهر نزل جبريل عليه السلام بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا 3 اختيارات. إذا تلاحظ عندما يقدم التلميذ جوابا، لنفرض أنه قال شهر شوال، طبعا الحال هي إجابة خاطئة، لأن سيظهر هذا الشكل مع الصوت الذي سمعته. وإذا كان الجواب صحيحا ستظهر هذا الرمز، وهكذا، وتستمر التالي وتنتقل للسؤال الآخر. إذا إذا أردت أن تعرف كيف قمنا بإنشاء مثل هذه المسابقة، فما عليك إلا أن تتابع الشرح إلى الأخير. إذا لنأخذ ملف فارغ، وقبل ذلك سنذهب لنقوم بتحميل تلك العناصر التي نحتاج إليها. سنحتاج إلى مثل هذه الأشكال، مثل هذه العلامات، وتلك الأصوات إذا أردت الأصوات، وإذا كنت ستستغني عنها فيمكنك أن تستغني عنها. إذا نذهب إلى الموقع، هنا سنقوم بتحميل تلك الصور. إذا هنا نضغط، نكتب في محرك البحث في جوجل، نكتب مثلا عبارة خطأ بهذا الشكل، وسيعطيك مجموعة من الاختيارات، مجموعة من الأشكال هذه، تختار منها ما تشاء، وكذلك تختار عبارة تدل أو شكل يدل على علامة الصح. قبل أن نكمل، أتمنى أن تضغط على زر لايك واشتراك، وشكرا. عندما تنتهي أتمنى أن تشارك المقطع حتى تعم الفائدة، وشكرا جزيلا. فيما يخص المقاطع الصوتية، عندنا هذا الموقع فيه مجموعة من المقاطع، لأن إذا نزلنا إلى التحت أو إلى الأسفل، عفوا، عندنا هنا معززات إيجابية. إذا أصوات مثلا إجابة صحيحة، سيعطيك طفل يقول إجابة صحيحة أو هكذا. إذا تحمل هذه الأصوات حسب رغبتك وحسب ذوقك. إذا الموقع هو، إذا تكتب هنا في جوجل إجابة صحيحة، ثم تضع أمامها MP3، وسيعطيك مجموعة من الاختيارات. إجابة صحيحة MP3 سيعطيك أول موقع، هو ملفات صوتية تكنولوجيا التعليم عملي، وستجد فيه تلك الأصوات. بعد أن تنتهي من تلك المعد تحميل تلك الأشياء التي تحتاجها، تقوم بتخزينها في ملف، وسنبدأ العمل على بركة الله. إذا سنذهب إلى الباوربوينت. إذا طبعا الحال نستعمل هنا برنامج باوربوينت للقيام بتلك العمليات. أنا هنا عندي نسخة 2019. إذا ذهبنا إلى كونت، هنا عندي مايكروسوفت أوفيس، تقوم بمسح هذه العناصر، لا نحتاج إليها، نقوم بمسحها للحصول على صفحة فارغة. جيد. إذا أردنا أن نغير هذه الخلفية، الأمر سهل. إذن كل ما عليك هو أن تضغط بالزر الأيمن هنا، ثم تذهب إلى هذا الخيار ميزون فون دو لاغيير بلون، حتى نغير خلفية الورقة. وإذا أحببت أن تجعلها تتركها بيضاء فيمكنك. هنا عندك عدة اختيارات، وبلصاج دوغري، تختار لون معين وتبدأ في التحكم في درجة هذا اللون من هنا، وأيضا اللون تختار أي لون تريد وتبدأ في التحكم. ويمكنك أيضا أن تجعلها بشكل صورة كهذه، ويمكنك أيضا أن تقوم بموتيف
هذه الأشكال الموجودة عندك هنا. جيد، أنا سأختار هذا الخيار التالي Remplissage avec image، لأن سأقوم بوضع صورة، سيعطيني هذا الاختيارات. سأختار الخيار الأول لكي أقوم يعني بجلب صورة من الملف الذي قمت بتخزين الصور فيه. أنا قمت بإعداد ملف قمت فيه سميته مؤثرات، وقمت بتخزين الصور ثم تلك العناصر التي سأحتاج إليها. سأختار هذه الصورة لتكن، المهم الأمر يرجع إلى ذوقك، أنا فقط أريد أن أشرح والأشياء الأخرى فترجع إليك. جيد، إذا هنا كما رأينا في المسابقة فنحن نحتاج إلى مكان لوضع السؤال ثم الاختيارات. إذا نذهب إلى انسيكسيون من هذا الخيار، وهنا نذهب إلى فورم. هنا عندنا عدة أشكال يمكن أن نختار منها الشكل الذي نراه مناسبا، تختار مربع أو تختار دائرة أو أي شكل، هذا لا يهم، أو نختار أي شكل من هذه الأشكال الموجودة عندنا. دعونا نختار مثلا هذا الشكل ليكن هذا هو مكان السؤال. جيد، إذا هنا أيضا نستطيع أن نضع في أي لون نريد أو صورة أو من هذه الخيار. إذا أردت أن تضع صورة يمكنك أن تختار إيماج ثم تختار الصورة التي تريد. لنكتب السؤال هنا، لاختصار الوقت سنختار هذا السؤال بهذا الشكل فيما يخص هنا عملية الإخراج، فالأمر يرجع إلى ذوقك. ثم هنا نقوم بعملية نسخ، لأن هنا نغير اللون. هنا تكبر السؤال لحسب ما تريد. إذا قلت كل ما أقوم به الآن هو فقط من أجل الشرح، أما إذا فهمت تستطيع أن تبدع بطريقتك. الآن سنضع مكان الأجوبة، إذا سنذهب مرة أخرى إلى أنسيكسيون، ثم هنا هذه الأشكال سنختار واحد منها من أجل وضع السؤال. لنأخذ هذا الشكل. جيد، وبجانبه سنضع دائرة صغيرة. دائرة بهذا الشكل. طيب جيد، نغير اللون وليكن هذا اللون، وهذا أيضا نغير لونه، ثم نقوم بالضغط عليه ونضغط على زر كنترول، ونضغط مرة أخرى على هذه، ونضغط على كنترول مع حرف الدي الموجود في لوحة المفاتيح، يعني سنقوم بعملية دوبليكيت، أو يمكن أن نقوم من خلال لوحة المفاتيح، يعني من خلال الفأرة نضغط بهذا الشكل، ثم نضغط على كوبي بهذا الشكل، ونضغط مرة أخرى هنا ونضغط بهذا الشكل كولي، وسيعطينا الشكل. جيد، إذا الآن بعد ذلك نقوم بترتيب هذه العناصر بشكل متناسق حتى تكون الجميل. أننا عندما نقوم بهذه الخطوات فلن نحتاج إلى تكرارها مرة أخرى، إذا تستطيع فقط أن نعيد 3 لوحات حيث تكون الإجابات مختلفة، مرة الإجابة الصحيحة هنا، ومرة الإجابة الصحيحة هنا، ومرة الإجابة الصحيحة هنا، ثم بعد ذلك سنقوم بنسخ تلك وتكرارها بشكل عشوائي. هنا نضع الأجوبة، لنأخذ هذا الأول. إذا
جيد، أتمنى أن تحلوا بقليل من الصبر، لكن كن على يعني متأكد أنك إذا ركزت جيدا سوف تستفيد في النهاية إن شاء الله، وستستطيع لوحدك أن تبدع وتقوم بأشكال وأشياء تكون يعني جميلة. الهدف هنا هو أن نتقاسم هذه التجارب وهذه الأمور، لأن هنا نغير الشكل حتى يتناسب مع اللون الذي نريد. اختار أي لون، كذلك نختار، حاول أن نكبر الشكل جيد. لا يمكن أن نطبق هذه العناصر بهذا الشكل هكذا. إذن هنا عندنا أين كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لدعوته متفقين. هنا سنحتاج إلى وضع تلك العبارات التي قلنا. إذن هنا نذهب لانسيكسيون، ثم نختار إيماج، ومن إيماج نستورد هذه العلامة، هذه علامة صح. إذن تلاحظون أنها كبيرة هنا، نحاول نضغط عليها ثم نضغط على هذا الشكل لنقوم بتصغيرها، تصغيرها هكذا. هذا الشكل نحن نريد أن تكون دائرية، ولكن مرة أخرى هنا بالزر الأيسر جيد، ثم هنا نقوم بتصغيرها بهذا الشكل حتى تتناسب مع الموضع. وإذا استطعنا يعني أن نحمل أين كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب دعوته متفقين بدينه، إذا الجواب الصحيح هو دار الأرقام، إذا سنضعها هنا. إذا استطعت يعني أن تحمل أشكال دائرية سيكون أفضل حتى لا تجد صعوبة في وضعها في مكانها. ثم نختار هنا في هذا الشكل مرة ثانية، هذا يمكنك هنا أن تضغط على سوبريمي لاغيغ بلون، تضع هذا في مكانه. لأنه لاحظ نقوم بنسخه عن طريق كوبي كولي، ونضع. إذا عندنا إجابتان خاطئتان وواحدة صحيحة. جيد، الآن بعد أن وضعنا هذه العناصر، الآن نريد تلك القضية التفاعلية. نريد عندما نضغط على هذا الشكل أو على هذا الخانة الأولى هنا، عندما نضغط على هذا الشكل نريد أن تظهر لنا هذه العلامة مع الصوت المرافق لها، وهذه نفس الشيء وهذه نفس الشيء. إذن سنعطي تأثير الظهور من أنيماسيون هذا الواحد، ونختار هذا التأثير. يمكنك أن تختار تأثير آخر، من الأحسن يكون هذا التأثير. جيد، إذن هذه الإيماج 14 وهذه 15 وهذه 16، لكن هذا الشكل الذي أسفل منها هذا عنده اسم آخر. لو وضعنا له تأثير هنا سيسمى، سنجد أن عنده اسم هو أورغانيغرام، اسمه أورغانيغرام كونتورسيس. هذا فقط لكي نعرف اسمه. نتراجع عن هذه الخطوة ونرجع هذا الشكل. جيد، هنا عندنا خيار هنا اسمه ديكلونشور، هو الذي يقوم بالعملية التي نريد. إذا عندما نضغط على هذا الشكل سنضغط على ديكلونشور ونقول له أن يظهر لنا هذا أورغانيغرام كونكتور 6. جيد، وهذا هنا سنختار ديكلونشور مرة أخرى، ونريد أن يظهر عندما نضغط على الأورغاني كونكتور 8، وهنا كذلك ديكلونشور على رقم 10. جيد، الآن بقيت لنا قضية الصوت. هنا
سنضغط عليها مرتين جيد، ونقول له شغل لنا الصوت الذي هو عند الضغط، يشغل لنا الصوت اللي هو في الافي. هنا عندنا اوكان صوت، هنا عندنا صور هي خاصة بالبرنامج، ونحن نريد صوت الإجابة الخاطئة انطلاقا من هذا المكان. إذن سنذهب إلى سطح المكتب، ثم سنختار مؤثرات المكان الذي وضعنا فيه الصوت. هنا عندنا إجابة خاطئة، نضغط إجابة خاطئة. جيد ماشي. هنا نذهب إلى الثانية، نفس الشيء، سنذهب ونختار، هنا عندنا إجابة خاطئة، تم اختيارها من قبل، أوكي. وهنا سنذهب ونختار إجابة صحيحة، لأن دائما من إفي نختار إجابة، نذهب إلى النهاية ونختار إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. جيد نازل. إذا الآن انتهينا، نقوم بتجربة بسيطة لننظر ما هي النتيجة التي حصلنا عليها. إذن أين كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لدعوته متقين في دينهم؟ هنا أيضا تلاحظ عندما تقوم هنا يظهر هذه العلامة. جيد، إذا قلنا في بيته إجابة خاطئة. إذا قلنا هنا إجابة خاطئة. وإذا وضعنا هنا إجابة صحيحة. جيد. الآن بقي لنا سنضع زر، لأنك نريد أن نعطل هذه الخاصية، عندما تضغط هنا في الفراغ لا نريده أن يقوم بأي خطوة، لذلك سنذهب عند ترون هذا الخيار ترانزيسيون، ثم هنا نضغط على هذا الخيار نلغي هذا الخيار. نجرب مرة أخرى هنا، إذا قمنا بالضغط هنا لن تتغير. إذا سنقوم نحن بإنشاء زر لننتقل من صفحة إلى أخرى. يعني طريقة إنشاء زر، سنذهب إلى فورم، ثم هنا سنختار مثلا يكون سهم، سهم هذا السهم، ونسميه، اختار له شكل معين. أعتذر عن الاختيارات، أنا فقط قلت هو التالي، نختار التالي، ويمكن أن نضع واحد آخر هنا في هذا المكان نسميه السابق. بعد هنا نقوم بتنسيق. جيد، الآن فقط نقوم ببرمجة هذا السهم، نضغط عليه بالأيمن، ثم نختار هنا لين ايبر تكست، سنختار رابط تشعبي. هنا نختار امبلاسمون دون سو دوكيمون، هنا يمكن ان تعطي عدة اختيارات، ان ينتقل الى اول لوحة او اخر لوحة، او يعني اللوحة الموالية او اللوحة السابقة. نحن نريد ان ينتقل الى اللوحة السابقة، عفوا التالية اللي هي سويفون. جيد، قلنا يمكن أن نضع واحد هنا، ندير كوبي، نضع كولي، ونقوم بقلبه هذا الشكل، ونسميه مثلا هنا بعوض التالي نسميه السابق. وفي البرمجة هنا نقوم بالضغط على الزر الأيمن، ثم نختار موديفي لوليان، هنا نختار السابق بريسيدون. جيد، إذا جربنا الآن سنلاحظ أن عند الضغط على هذا السهم لن ينتقل إلى أي مكان، لأنه ليست هناك أي لوحة سابقة لهذه، ولكن عند الضغط على التالي سينتقل لنا مباشرة إلى اللوحة الموالية. جيد، الآن بعد أن قمنا بهذه العملية، قلنا سنقوم بثلاث لوحات، هذه اللوحة الأولى، اللوحة الثانية، وسنقوم بالضغط الأيمن على الزر الأيمن هنا، نضغط بالزر الأيمن، ثم نختار
يعني duplicate، سنكرر هذه اللوحة. هنا الجواب الصحيح في هذه الخانة، هنا سنجعل الجواب الصحيح في هذا المكان. إذا ما الذي سنفعله؟ سنقوم فقط بتغيير هذه نقوم بوضع هذه هنا في هذا المكان، ونعيد لها الشكل الخاص بها. وهنا سنأخذ هذه ونقوم بوضع هذا الشكل، ثم نحاول أن نضبط ونرجع إلى هذا المكان. وهنا سنجعل الإجابة الصحيحة في الأعلى، الصحيحة في الأعلى، لأن نأخذ كل شكل مع الخاص به، لأن كل شكل هنا مرتبط بالذي بعده. وسنلاحظ بعد أن قمنا الآن بوضع 3 خيارات منطقية، إما أن يكون الجواب في الوسط أو في الأعلى أو في الأسفل، تستطيع بعد ذلك أن تغير الأسئلة حسب ما يتناسب. ويمكنك أن تقوم بنسخ مثلا هذه، تقوم بنسخها بالضغط على الزر الأيمن، تختار duplicate وتجعلها في هذا المكان، وتبدأ تنوع في أماكن الأسئلة. وإذا جربنا نأخذ هنا، إذا وضعنا إجابة خاطئة هنا، إجابة خاطئة طبيعة الحال هي جواب صحيح، ولكن نحن فقط لم نغيرنا المكان الجواب ولم نغير إجابة صحيحة وهكذا. إذن أتمنى أن تكون الفكرة يعني قد وصلت. وبعد أن تنتهي من هذه العملية تقوم بتخزين هذا الملف. تذهب إلى آسف على الإطالة، لكن طبيعة الموضوع هكذا. إذا تذهب عند سوب بي سي أو باركوري أي مكان، تقوم بتخزين الملف على شكل بيبتكس أو على شكل دياباراما حتى يشتغل في، إذا كنت سنقول حاسوب آخر يعني، حتى يشتغل بدون مشاكل. يعني عندك إما دياباراما باوربوينت أو تختاره كما هو. أتمنى أن تكون قد استفدت، ولا تنسى دعمنا بلايك وبالاشتراك ومشاركة المقطع. وشكرا، وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.